عقد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله بن حسن البعينين مؤتمرا صحفيا لاستعراض إنجازات السلطة القضائية ومؤشرات أداء المحاكم لعام 2019. وكشف البعينين الإحصاء العام لأداء المحاكم، حيث سجلت مؤشرات الأداء انخفاض نسبة التراكم السنوي ب 56%، كما سجلت انخفاضا كبيرا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ. وسيواصل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته، والتفتيش الأمثل على مستويات القضاء كافة. هذا وشارك في المؤتمر القاضي عبد الرحمن السيد محمد المعلى رئيس التفتيش القضائي، والقاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء. عدد القضايا التي نظرت وسجلت في 2019 في حدود 74,300 قضية على تفاصيلها في محكمة أول درجة واستئناف التمييز. القضايا التي نظرت في مجملها في حدود 101,000 قضية و167 حسم منها في حدود 85,700 قضية من القضايا المحسومة في 2019، أي بمعدل الحسم 115%، وهذه أيضا رقم أدى إلى إنقاص التراكم، فانتهينا في عام 2019 في القضايا الجارية بما يعادل 15,450 قضية، أي انخفاض نسبة التراكم السنوي 56%، وهذه أيضا أدى إلى قلة التراكم وقلة القضايا المنظورة في هذا العام، بما يؤدينا أن ندخل في 2020 إن شاء الله بقضايا متراكمة أقل. ونسبة الاستئناف في القضايا المنظورة في 2019 كان عدد الأحكام الصادرة في حدود 57,780 قضية، نسبة الاستئناف كانت 25% من الأحكام الصادرة، اللي أدى إلى ذلك انخفاض التراكم. حاولنا أن تكون متوسط عمر الدعوة في المحاكم أقل من 6 أشهر، وهذه الحمد لله في يعني معظمها في تم حسم 60% منها من الدعاوى في أقل من 3 أشهر. قمنا بالتفتيش على أعمال السادة القضاة، فبلغ مجموع عدد التقارير التي تم إعدادها 101 تقريرا، من خلاله تم الوصول إلى الملاحظات الموجودة على المحاكم. وأيضا قمنا من خلال إدارة التفتيش القضائي أيضا بالعمل على إعداد برامج تدريبية للسادة القضاة، بلغ مجموع هذه البرامج 48 برنامج تدريبي، بالإضافة أيضا والتنسيق مع الإشراف القضائي قمنا أيضا متابعة عدد من الشكاوى وردت إلى التفتيش القضائي وتحديدا إلى الإشراف القضائي، حيث تم النظر في عدد من الشكاوى بلغت 537 شكوى تقريبا تم التعامل معها. صادرت عدة قوانين في عام 2019، وكان أبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة، إذ كان له أثرا إيجابيا على المجتمع بصفة عامة وعلى المحكوم عليه بصفة خاصة، كما صدر تعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان تغييرا جوهريا ومهما، إذ تكون جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى انتهائية في المطالبات التي لا تتجاوز 1,000 دينار. كما صدر قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأخيرا صدور قرار بتحديد المطالبات الصغيرة التي تدار إلكترونيا، مثل قضايا المطالبات شركة الاتصال وشركة هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها.